جزاء مارك مينيغان من جهة اليسار أرون موي، العرضية حاضرة، وفي الثالثة في المرمى. يا عيني على تومي يوريج الذي لطالما حاول وجهد، وهنا الفرصة في المرمى، هدف أسترالي أول عن طريق تومي يوريج، يباغت الدفاع وسانتاوي. المنتخب التايلندي بدأ نوعا ما يتقدم في مناطق المنتخب الاسترالي. العرضية الآن، الكرة وصلت إلى جهة اليسار عند سيرود على الكرة، فرصة خطيرة داخل منطقة الجزاء، المباراة المنتخب التايلندي يسجل الهدف. يا سلام يا سلام على اللقطة الماضية، يا سلام على البداية، ويا سلام على النهاية، وهدف تايلندي أول عن طريق أنان. أنان يعطي الأمان للمنتخب التايلندي في صالح المنتخب الأسترالي. هنا العرضية خطيرة، لا يستسلمون، ماثيو ليجي يحرز الثاني للسوكروز. الله على اللقطة الماضية، الله على العرضية والإنقاذ من المرة الأولى، ولكن الثانية في المرمى، ماثيو ليجي يحرز الثاني لصالح المنتخب الأسترالي. دخلت المرمى يا سانتاويجي، ليس لك حول ولا قوة على التصدي.